بتتعاملي مع البشرة اللي بيبقى فيها حبوب او اثر حبوب اثناء الميك اب؟ الحبوب ديت بتبقى نظام ميكروب في الوش، تمام. استخدمنا حاجة غلط، نشفنا مثلا بفوطة مكان حد او كده، دي بتنقل الميكروب للوش وبيعمل حبوب. هنتعامل معاه ازاي؟ هنجيب مرهم اسمه فيوسيدين او فيوسيكورت على الحباية نفسها، مش على الوش كله عشان ما ننقلش، على الحباية. وبعدين نغسل وشنا بالغسول وننشف، يا فوطة قطن يا بمنديل. طب البشرة بقى الدهنية، هي الصراحة يعني برضو أكتر بشرة معرضة للشمس، وخاصة في الأيام اللي احنا فيها، ايوه طبعا، والصيف بقى شديد في الحرارة وكده، الصيف والحر عشان كيف نحافظ على نتعامل معاها؟ عشان نحافظ على بشرتنا الدهنية. نعمل ايه؟ هنجيب غسول مناسب للبشرة ما يكونش فيه اي زيوت، وهنجيب تونر يكون قابل للمسام، لان البشرة الدهنية زي ما انت عارفة بتبقى اكتر عرضة للمسام واسعة، فاحنا لازم نكبت المسام. وطبعا مرطب. وقبل ما نخرج في الشمس لازم نستخدم صن بلوك كويس زي لاروش بوزيه او جيل بوبي، ويستحسن الجيل الجل افضل من اكيد طبعا. الكريم. طب الروتين بقى، يعني ايه برضو الروتين اللي اي بنوته، والافضل ان اي بنوته تعمله يوميا؟ تبعد اي كيميكال عن وشها زي صابون، زي مثلا في ناس بتجيب اللي هو الغسول اللي بيبقى ليه ريحه، لا طبعا هنجيب غسول مناسب للبشره، وهنجيب تونر زي ما قلت لك، ومرطب يوميا مره الصبح ومره بالليل. تمام، جميل قوي. طب بالنسبه بقى للهالات السوداء، بندريها ازاي بقى بالميك اب، ومنخليش حوالين تحت العين لون الجري؟ الهالات السوداء بالميك اب ليها تو تريكس، يا اما نجيب كونسيلر اغمق من لون بشرتنا نداري بيه، بعد كده نحط الكونسيلر الفاتح، يا اما نجيب كوريكتور لون اورنج عشان خاطر برضو نحطها على الهالات ونعادل لون الاورنج مع لون البشره. طب وازاي برضو اهتم بالهالات السوداء بدون يعني بالميك اب، بدون ميك اب بدون ميك برضو؟ اب ان احنا يعني اهتم بيها كده من غير ميك اب نجيب كده؟ مرطب معين لتحت العين، والشاي الاخضر مفيد جدا لو انت عملتي زي نظام كمادات، والتلج ممكن، يعني انت بتلجي الباكت الشاي الاخضر مثلا تشربيه او حاجه، وتخلي الطفل احطه كده بتاعك على الهالات السوداء. تحطيه، او الاحسن تتلجيه كمان جميل. يعني.